انا دايما تنقول اللي قلبه كبير راه كيعاون على حسب المستطاع ديالو. كاين الناس اللي كاين اللي عندهم يمكن الاموال وما كيعطيوش، كاين اللي عنده كيعطي، هذاك الشيء كيجي على حسب القلب ديال الواحد وعلى حسب الايمان ديالو وعلى حسب على حسب سميتو. داك الشيء كل واحد تيكون يقدر يكون نسبه الى عاوتاني طيبه وباي حاجه، كل شيء تعاون بالفلوس ديالك بالوقت ديالك بالصحه ديالك باي حاجه المعلومات ديالك المعرفه ديالك. دابا حنا كاين الناس اللي كنطلبوهم غير يجلسوا في دارهم، هذيك راه هي احسن اعانه دابا في هذا الوقت. أيه. هاد لي جون اللي تيخرجوا غير مثلا غير خارج ما عنده لا شي خرج، الله يحسن العوان، راه ماشي سهل، حنا كنعذروا كل شيء، ولكن هذه غير واحد المده، غير واحد المده نصبروا فيها باش نخرجوا كاملين. دابا المشكل اللي كنطرحوه اللي خصنا نطرحوه مسبقا هي كيفاش غادي نخرجوا، واش غادي نخرجوا كاملين، واش شويه بشويه، واش غير الناس اللي خدامين، واش خصنا نوجدوا لهاد الخروج، خصنا نوجدوا لهاد الخروج، ما خصناش نوجدوا وهاد الكمامات انا تنظن اللي خصنا نديروهم على طول السنه. يعني كتساعد الناس اللي عندهم مشاكل ديال الدوالي او الشرايين، عنده اي تساؤل بغى يصيفط لك مثلا شي تشليله او راديو مثلا، وهذا يمكن لك انك تحاولي انك تنصحيهم ريثما انه تستقر الامور. كنعطيوهم كنعطيوهم لي زوردونونس، كنكتبوا لهم لي زوردونونس والادويه واللي خصو شي تحليله ولا اي حاجه، بحال اللي حنا كيصيفطوا لنا الصور ديال رجليهم مثلا ولا المشكل ديالهم، كنعيطوا لهم وكنواجبوهم من 11 ديال النهار حتى 6 ديال العشيه، الهاتف محلول. اللي بغاني على اي مساعده من الناحيه الطبيه مرحبا، وانا في الخدمه ونبقى دائما معكم. هذا المطلوب في الدكتوره انت وكل الاطباء صراحه على المجهودات اللي كديروا.